All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أسوأ الأخطاء اللي ارتكبها الأسطورة آرثر مورغان، وهذه الأخطاء يعني سببت العديد من المشاكل، وبسبب هذه الأخطاء العديد من الأشخاص ماتوا. فأخطاء كانت شنيعة جدا ارتكبها آرثر مورغان، ففي هذا المقطع راح نذكرها ولناقشها سويا. فيلا نخش في المقطع. طبعا حنا راح نذكر الأخطاء بالشكل التالي، راح نذكر من السيء إلى الأسوأ أو أسوأ خطأ ارتكبه آرثر مورغان. طيب، أول خطأ ارتكبه آرثر مورغان إنه ما قتل كولم أو دريسكول لما أتيحت له الفرصة المناسبة. كلنا نعرف إنه آرثر مورغان جاته فرصة ذهبية إنه يقتل كولم، كان هو فوق الجبل ومع سنايبر وكولم تحت، وآرثر مورغان كان يعني مقنص على رأس كولم طلقة واحدة ووفاه، لأنه كان مقنص على رأسه طلقة واحدة يتشوت يفجر له الجبهة. لكن آرثر مورغان ما فعل هذا الشيء، وبسبب هذا الخطأ نتج التالي. What the hell have they done to me? Look, there in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll boys are coming! طبعا زي ما شفتوا كيرين راح يقتل من قبل كولم أور دريسكول، وللأسف قتل بأبشع الطرق، راسه مفصول عن جسده. طبعا لو آرثر مورغان قتل كولم أور دريسكول كان كيرين حي وعايش ويرزق، لكن للأسف هذا الشيء ما صار. وأيضا لو آرثر مورغان قتل كولم أور دريسكول يعني كان ريح نفسه وريح باله من قروشة دوتش. طبعا دوتش كان مهووس بشكل كبير جدا بكولم أور دريسكول، لدرجة انه العصابة لما كانت محتاجة لدوتش والعصابة كانت مفككة، يعني هذا الوقت هو وقت دوتش الحبيب راح ينتقم ويتأكد انه كولم أور دريسكول راح يشنق في الساندينيس زي ما شفنا في القصة. يعني دوتش جدا مهووس بكولم. طيب، الخطأ السيء الثاني اللي ارتكبه آرثر مورغان هو انه ما قتل ايجنت ميلتون وايجنت روس لما اتيحت له الفرصة المناسبة. Milton, you see, I haven't done anything wrong aside from not play the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender. He was pretty shot up by the time I got to him. So really it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Mourgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. Why you still can. Who are they? No one to worry about, no one at all. وبسبب هذا الخطأ نتج التالي. للأسف خوسيا ماثيوز الأسطورة القائد الفعلي الحكيم الأبو للعصابة للأسف راح يقتل على يد إيجنت ميلتون زي ما شفنا.
أخص عليك يا ميلتون، فلاش يدمر لك الجبهة هد. وأيضا راح يقتل الشاب الطموح المخضرم المرموق ليني سامرز، للأسف شاب صغير جدا قتل في هذه المعمعة. طيب الخطأ الثالث واللي أنا أشوفه أكبر خطأ ارتكبه آرثر مورغان، هو أنه طلع الحنش مايكا بيل من السجن وأنقذه من الإعدام. Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Let's get out of here. Come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. وبسبب هذا الخطأ نتج التالي. You boys have quite so many scruples. Old Micah Bell. Micah. You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell, we picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. طبعا زي ما شفتوا، بسبب انه آرثر مورغان طلع مايكا بيل الحنش من السجن، مايكا بيل خان العصابة واهل العصابة وفضح جميع مخططات داتش والعصابة للبينكرتنز، زي ما شفنا في المحادثة قبل شوية بين آرثر وايجنت ميلتون. تحسبون بس هذا الشيء اللي جابوا مايكا بيل الحنش؟ شوفوا معايا كمان. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I love Harry, Your Majesty. You... Damn. She knew the rules, Arthur. بسبب مايكا بيل الحنش، مولي أوشي راح تقتل بدم بارد زي ما شفنا سويا. طبعا خلونا أوضح لكم الموضوع أكثر. مولي أوشي جات لداتش والعصابة وقالت إني أنا فضحت جميع مخططاتكم وقلتها للبينكرتنز وزي كذا، وهي أصلا ما فضحت مخططات العصابة ومخططات داتش، ما فضحت أبدا، لكن هي سوت هذه الهرجة وهذه الضجة عشان تجذب انتباه داتش، لأنه داتش في الفترة الأخيرة ما صار يهتم فيها. ولكن للأسف خطتها ما نجحت، جات ميس كريم شو وفجرت بطنها بشوتجن زي ما شفنا سويا. فصراحة مولي أوشي شخصية مسكينة جدا، قتلت بدم بارد وقتلت بسبب أخطاء الآخرين. يعني أصلا اللي فضح مخططات العصابة مو مولي أوشي المسكينة، اللي فضحها الحنش ابن الذين هذاك مايكا بيل. يعني مايكا ما راح يجيب لك بس مصيبتين، مايكا بيل يجيب المصايب كلها معاه. تعالوا شوفوا المصيبة الثالثة اللي سواها. I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch, think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me! You left me to die! My boy, I didn't have a choice. John, I didn't... You! I didn't have a choice. Left me! All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch. This snake. Oh, be quiet, cowpoke.
Be quiet. You live in the clouds. No. You be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming fast. Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Bell, I'm here. Think for yourself. He's lying. He's lying. Put your guns down! God damn it! Move! You ready, John? طبعا زي ما شفتوا بسبب انه آرثر مورغان ما قتل مايكا بيل لخبط اوراق العصابة بشكل كامل وكركبها كركبة، وايضا مايكا بيل يعني قسم العصابة وفرقها تفريق كامل، صار قسم مع دوتش وقسم مع آرثر مورغان، واغلبيتهم كانوا مع دوتش اللي هو بيل ويليامسون وخافير سكويلا ومايكا بيل واصحابه كمان كليت وجو، والشخص الوحيد اللي كان مع آرثر مورغان هو الاسطورة الأخرى جون مورستن، وأيضا مايكا بيل قتل ميس كريم شو بدم بارد. بعدين يجيك دوتش، مين اللي قاعد يخونني يا ابوي؟ انت تستهبل، مايكا بيل هو اللي يخونك، واضحة وضوح الشمس يا خوي. You're not better than me, Morgan. Whatever you say, you fool. Damn you. Damn us both. وأيضا بسبب إنه آرثر مورغان طلع مايكا بيل من السجن، مايكا بيل راح يقتله بأبشع الطرق زي ما شفنا، يعني راح يدمر له الجبهة تدمير شامل. يعني صراحة أنا أشوف أكبر خطأ ارتكبه آرثر مورغان إنه طلع هذا الحنش من السجن. طيب بالنسبة لأسوأ خطأ ارتكبه آرثر مورغان هو إنه توجه وراح لتوماس داونز وأخذ منه الفلوس. طبعا كلنا نعرف إنه توماس داونز كان مصاب بمرض السل. طيب زي ما شفنا توماس داونز كح في وجه آرثر مورغان، وبذلك آرثر مورغان أصيب بمرض السل، ومرض السل كان السبب الرئيسي لوفاة الأسطورة آرثر مورغان. طيب شاركونا في خانة التعليقات ايش تشوفون اكبر واسوأ خطأ ارتكبه آرثر مورغان. بالنسبة لي انا صراحة اكبر واسوأ خطأ ارتكبه آرثر مورغان انه انقذ مايكا بيل من الاعدام وطلعه من السجن، يعني لو خلوهم يعدمونه ما كان صارت القروشة هذه كلها. طيب بكده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم مايكا بيل ويفجر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.